السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل وصفه جميله جدا. لو عندك نص كوبايه كده من الزبده اتيها وتعالي بسرعه، هنعمل بيها حاجه جميله جدا. وكمان اتي فرشه شعر، ويلا بينا بقى نشوف هنعمل بيهم ايه. حط لايك للفيديو كده من ايديك الحلوه وسبسكرايب للقناه. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا بقى مع بعض ونشوف كده ايه اللي ممكن نعمله بالزبده وفرشه الشعر. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدا مع بعض وصفتنا ونشوف الوصفه دي جميله جدا ازاي. هتنفعك في العزومات والمناسبات، كمان هتشرفك قدام ضيوفك وقدام جوزك واولادك، مش هيبطلوا يطلبوها منك. هتلاقيهم كل اسبوع يقول لك اعمل لنا الوصفه دي مره واثنين وثلاثه كمان في الاسبوع. لو انت من الناس اللي بتحب نفسها تتخن، هتعجبك جدا الوصفه دي كطعم وكنتيجه. لو انت من الناس اللي عامله دايت، يبقى اخرك واحده بس منها. حطي لايك للفيديو. يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف ايه هي وصفتنا دلوقتي. بقى عندي كده ايه الزبده. الزبده يا جماعه لازم تكون في درجه حراره الغرفه، ما ينفعش الزبده بتاعتك تكون ناشفه او تكون يعني لسه طالعه من الفريزر، او تكون طريه اللي هي سايحه. لازم تكون في درجه حراره الغرفه. انا هحطها بس ايه في بوله كده كبيره او في حاجه يعني كبيره عشان اعرف ان انا ايه اشتغل بيها. باخد معايا كده ايه الزبده. المفروض الحلويات بتاخدي الوزن بالكامل. على الزبده دي هضيف ايه، خليها على جنب كده. على الزبده دي هضيف ايه، هضيف معايا سكر. السكر المفروض نص كوبايه من السكر الابيض وعليه ربع كوبايه من السكر اللي هو البني. طب انا ما عنديش سكر بني، هعمل ايه؟ هاخد معايا معلقه من عسل النحل او معلقه من العسل الاسود واحطها على الزبده، على السكر بتاعي. بسم الله، اهي حاجه بسيطه من العسل الاسود، يا دوب بصي معلقه كده من العسل الاسود، ونقلبهم مع بعض. باخد بقى معايا دلوقتي السكر مع العسل، وهبدا ان انا ايه اقلبهم كده مع بعض. وهنزل بقى بكميه السكر كده على العسل. الكمية دي كلها يا جماعة انا عملتها قد ايه؟ حطيت كوباية اللي حاجات بسيطة، هي المفروض تلت كوباية من السكر ومعاها نص كوباية من العسل، اهي نص كوباية من السكر البني. اهي كده اخد معايا السكر اللون. نضرب بقى كده ايه الكلام ده كله مع بعضه، والاحسن ان البولة بتاعتك تكون ملمومة عشان تعرفي ايه تضربيهم مع بعض. تقدري تعمليها بالمعلقة او بشوكه تقلبيهم، او بالمضرب العادي، او بالهاند بلندر، او باي حاجه انت حابه تعمليها. المهم ان انت تخلي الخليط بتاعك ده كريمي. اهو كده ننزل كده ايه المقدار كله. دلوقتي بقى ضربتها مع بعض وبقت بالشكل ده كده، هعمل ايه بقى؟ هنزل بتاني حاجه معايا. انا حطيتها في البتاعه دي عشان تكون عاليه معايا كده اعرف ان انا اتحكم فيها. هعمل ايه تاني هنا؟ هجيب بقى معايا البيضه. بسم الله، وهبدا ان انا افتحها وهضيف عليها رشه الفانيليا، وهنزل بيها على المكونات دي واضربهم بقى كده كلهم مع بعض. البيضه يا جماعه في درجه حراره الغرفه وحجم البيضه متوسطه. ناخد الكلام ده كله نضربه بقى مع بعض، وهتلاقي الكلام ده كله شايفه هتلاقيه اتقلب معاكي وبقى جميل جدا. دلوقتي بقى حطيت بعد ما حطيت الحاجات دي كلها معايا وقلبتها وبقت بالشكل ده كده، بقت كريمي خالص كده. هعمل ايه بقى؟ هجيب معايا هنا الدقيق. انا هحط الاول، هي المفروض كوبايه ونص من الدقيق، فانا هحط كوبايه وربع من الدقيق، فانا هحط في حدود كوبايه واحده بس من الدقيق وهشيل الباقي. وعلى كوبايه الدقيق دي هضيف معايا نص معلقه من البيكنج باودر، بسم الله. المفروض ان انا احط نص معلقه من البيكنج باودر اهو كده، واحطها كده ايه عليه، اقلب بقى كده، وننزل بيها بالتدريج مع التقليب اهي. احط بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم ونقلبهم بالشكل ده. وانزلي واحدة واحدة كده، ما تنزليش بقى بالمقدار كله. انا حطيت البيكنج باودر كله عليها على كوباية الدقيق، لان هي ممكن ما تاخدش معايا ربع كوباية تاني. فانت بتعمليها على حسب ايه؟ على حسب السمك بتاعها والقوام.
دلوقتي بقى هحط معايا معلقة كده من النشا. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني احنا بعد ما خلصنا المكونات انا حطيت كوباية وربع من الدقيق كاملين، هحط عليهم بقى المعلقة كبيرة من النشا وهقلب بقى الكلام ده كله كويس مع بعض. دلوقتي بقى عندي ايه، عندي هنا السوداني كده مجروش او اي مكسرات مجروشة، انا حطيت حبة صغيرين بس، واخد بقى الشوكليت شيبس احط منها شوية وشوية تانيين اسيبهم للوش، واخدها بقى كده بسم الله الرحمن الرحيم. مش عايزة ان انا اقلبها قوي او ان انا اعجنها عشان ما تدينيش عرق وتطلع الجلوتين. دلوقتي بقى باخد معايا حتة كده من الكوكيز وببدأ ان انا افردها كده فردة خفيفة جدا. شوفي انت بقى حابة تعمليها صغيرة ولا كبيرة مش هتفرق، وبحطها معايا هنا وباخد تاني كده. اظبطي بقى الحجم زي ما تحبي، دي كده اصغر من التانية، انت حتى حابة تعمليها بالجرام تمام، حابة تعمليها بالنظر مفيش اي مشكلة. اهي ناخدها كده نلفها ونروح عاملينها كده. تعرفي ان انت وصلتي للنتيجة الصح ازاي؟ لما تمسكيها وتلاقيها ما بتلزقش في ايدك كده. اهي كده وايه وكده، بصي ما شاء الله عليها جميلة جدا من كل الاتجاهات مليانة شوكولاتة. اهي شايفين بقى ازاي، نبعدهم بس عن بعض حاجات بسيطة لان احنا ايه ضايفين لها برضو بيكنج باودر فبيفرق معايا. باخد بقى معايا انا الشوكليت شيبس كده، شوفي انت حابة تاخدي كمية قد ايه وتبدأي تاخديها كده. بصي بقى فكرة الفرشة بتجيلي في ايه، ان وانا بعمل الكوكيز نفسه باخد معايا مثلا كده ايه الشوكليت شيبس وبنزل بيها على الكوكيز كده اهي، وبعد ما بفردها بروح ضغطة بيها كده اهي. يعني الفكرة عندي في ايه، في ان انا بضغط بيها بس، تقدري تضغطي بايديكي تقدري تضغطي بيها هي، مش هتفرق كتير زي ما تحبي اهي. بس طبعا هي اما بتفردي بيها هي بتديكي بالفرشة نفسها بتديكي الشكل كده اللي هو ايه مفروض شوية، فاحنا بقى عشان عايزين بالشكل ده كده اللي هو المفروض شوية ده هندخلها زي ما هي كده، ناخدها زي ما هي كده ونروح حطنا في الفرن، مش هنحطها في تلاجة ولا حاجة، هتفرد معانا شوية مفيش مشكلة، بس هتديني شكل الكوكيز كده ايه بتاع بره. انت لو حابة الكوكيز بتاع بره بيكون كبير وفارق مفروض كده شوية، يبقى ايه هنحطها على طول دلوقتي. مش حابة ان انا اطول عليكم، نحطها في الفرن بقى على درجة حرارة 160 على الرف الوسطاني. حابة تشيلها في التلاجة تمام، هتفضل محتفظة بحجمها، حابة تشيليها تحطيها في الفرن هتلاقيها فردت معاكي شوية. ده الشكل النهائي بعد ما عملناه، بتمنى بقى الفيديو بتاعي يعجبكم وتجربوه. لو عجبكم بقى الفيديو ما تنسونيش في الكومنتات واللايكات، وما تنسونيش بقى في المتابعة. بصي بقى من جوه محشية شوكولاتة ازاي، جميلة جدا من كل الاتجاهات هتلاقي فيها شوكولاتة. بتمنى الفيديو يعجبكم وتجربوه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بس والله عايزة اقول لكم ان الوصفة دي طعمها احلى من اللي كلناها برا 100,000 مرة، ولا فيها ريحة زفرة ولا اي حاجة، وطعمها جميل جدا. بتمنى بقى تحطولي لايك للفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.